خلاف شويه على اغنيه التتر وكده، بس اعتقد انها يعني ان شاء الله تتحل مع الشركه المنتجه، فدي انا يعني ماليش يعني علاقه بيها، دي مساله مع الشركه المنتجه. مسائل يعني الاسامي دي مساله يعني فرعيه تماما، ملهاش علاقه خالص. احنا مهم عندنا دلوقتي العمل، وان العمل اللي يقدم احنا في مسؤوليه كبيره جدا، كلنا مدركين مسؤوليه ان احنا بنعمل عمل كبير جدا مرتبط في وجدان المواطن العربي كله، ليالي الحلميه، فده اللي هممنا.